إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف تحقق حياة نشطة صحية فعالة عند تقدم السن. تناول غذاء غني بالفواكه والخضر الطازجة والبقول مع قليل من الدهون واللحوم الحمراء، وأيضا قلل من السمن الأبيض وبعض أنواع من السكر والملح، وأيضا امتناع من الضروري الامتناع عن التدخين وشرب المواد الكحولية، أيضا أخذ أوقات كافية في الراحة والنوم، تجنب أيضا استعمال الأدوية إلا بإرشاد الطبيب المختص، أيضا قم بفحص دوري في جميع أجهزة الجسم على أجهزة الجسم بشكل عام، وإجراء تحاليل دورية للدم. أيضا إذا كان لديك مشاكل في النظر أو السمع أو الحركة، قم بعرض نفسك فورا على الطبيب المختص للعلاج أو التأهيل، لأن ذلك سوف يعني يقيك العديد من الأمراض والمشاكل المستقبلية. أيضا تأكد من سلامة وأمان البيئة المحيطة بك لكي تتجنب الإصابة والحوادث. أيضا حاول الاشتراك في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية لتغيير نمط الحياة بشكل عام. أيضا قم بتأدية تمرينات رياضة بشكل عام بانتظام، أو يعني رياضة المشي مثلا على الأقل نصف ساعة كل يوم، يعني بشكل عام يعني ممكن ما يكون كل يوم، لأن ممكن تكون فيها صعوبة عند كبار السن، ممكن تكون يعني مرات بسيطة أسبوعيا، يعني مع تجنب زيادة الوزن في هذه الحالة. أيضا قوي شبكة علاقاتك مع الأهل والأصدقاء أيضا لتحصل يعني على الدعم العاطفي والاجتماعي منهم، ولذلك يعني من أجل يعني مواكبة هذه المرحلة العمرية يجب يعني اختيار الأنشطة المناسبة والتأقلم يعني مع ظروف المرحلة الجديدة، يعني بما يناسب قدراتك الشخصية بشكل عام في هذا الحياة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.